مرحبا واضح، أنا يارا خضير من سوريا، عمري 22 سنة، حالياً مقيمة بدبي، راقصة باليه ومدربة معتمدة من البورد البريطاني. الرقص بالنسبة إلي هو شغفي بالحياة والشيء اللي بيخليني مستمرة، هو سحر عم ينقلني من الواقع اللي عم عيشه لعالم تاني، عالم خاص فيني بقدر حلق فيه. بلشت بمجال الرقص فعلياً من عمر 9 سنوات، كان عندي موهبة من قبل بس ما كنت مبلشة فيها أو عم حاول أثقل هاي الموهبة. طبعاً اللي اكتشف موهبتي ماما بعمر 9 سنين، فهي سجلتني بجمباز الإيقاعي، بعدين حصلت على كتير مراكز على وبطولات على مستوى المحافظة ومستوى سوريا. لحالي بلشت برقص الباليه بسبب تغيب رقص الباليه بسوريا، أو فينا نقول إنه لا يوجد يعني معاهد بتدرس رقص الباليه. ماما كانت جنبي واقفة معي خطوة بخطوة، وعائلتي كلهم أكيد. كنت لحالي أشتغل على حالي، كنت أحاول أحضر دائماً بطولات ومقاطع ومن الإنترنت أو من التي في، حاول يعني شو ما يعملوا أعمل مثلهم، ويعني متابعة بشكل عام، متابعة من أي وسيلة تواصل كنت تابع لحتى أقدر أطور نفسي، وكان تدريب يومي. هدفي من الرقص بشوارع الشام القديمة كان وقت عم تمر في سوريا بحرب، كان عندي رسالة حابة أوصلها، وحابة كمان أنشر ثقافة رقص الباليه اللي مفقودة، أو ما مو مفقودة بس نادرة جداً، وصل رسالة سلام وحب للعالم. وكتير أخذت ضجة كبيرة وأخذ صداها كان كبير، يعني مو بس على مستوى الوطن العربي، كتير حتى قنوات وصحف أجنبية تواصلوا معي وحبوا هذا الشيء. بالبداية كانت التأثيرات السلبية تأثر فيني، وحتى يعني تحد من طموحي وتزعجني كتير، بس بعدين تأقلمت مع هذا الشيء، بالعكس صار حافز لإلي. طالما أنا ماشي صح ما عاد أبداً التفت لورا أو اسمع التعليقات السلبية. انتقالي للإمارات لدبي كان بهدف إنه حاول طور أكثر. بالتأكيد بفكر أرجع لبلدي، وكلنا مرجوعنا لبلدنا، بس لحتى كمان أنشر فن الباليه ورقص الباليه، بس هاي الخطوة إن شاء الله رح تكون بعد ما حس إنه أنا صرت جاهزة لحتى أعمل شيء كتير محترف وبروفيشنال ببلدي. بس حكون امرأة ناجحة، بنت ناجحة بمجتمع عم بيحاول دائما ينزل من قيمة المرأة ويثبت انه المرأة غير قادرة على الوصول لمراتب عليا. انا عم حاول احط اسمي واسم بلدي بمراتب عالية ووصل رسالتي. باي.